حضرتك على سؤال، وانا بسمع المواضيع بتاع حضرتك كتير قوي. ده ما هو يعني. انا سامعاكي ايوه يا دكتوره، سامعاكي، انت اتفضلي ست سامعاني؟ كنت سامعاكي. اه اتفضلي. فانا عندي ابني اه شغال في شغله مشهور يعني، ومتجوز بنت عمه، ويعني بيعاملها معاملة مش حلوة، وهي بتغير عليه وكده. وانا نفسي يعني ارسي على بر معاها بنتين وكده، وعايزة ربنا يهدي لهم الحال وكده. يا هو رب عايزاكي يهدلهم الحال. تتكلمي في الموضوع ده هو شوية، مع ان انا حضرتك بس بسمعك كتير بتتكلمي فيه يعني. حاضر، انت عايزاني اتكلم؟ ربنا يبارك لك يا رب، وكل سنة وانت طيبة. وحضرتك بألف وانا خير متابعة وسلام. برنامجك يعني، ببقى فرحانة لما ببقى شايفاكي كده. الله يرضيك ويفرح قلبك ان شاء الله، الله يرضيك. طيب احنا، لا يا استاذ هشام ادينا دقيقتين وانا هطلع، دقيقتين مدولنا، دقيقتين بس. حاضر يا ام محمد، يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي كاملا باذن الله بدون مقاطعه اكون مع حضراتكم، مفيش ماتشات كوره الاسبوع الجاي. وبعدين هقول لام محمد علينا الدعاء يا ام محمد بقيت بصلاح الحال، وان ربنا يجعلها قره عين لزوجها، ويجعل زوجها قره عين لها، ودوام ان حضرتك كده هذا الحضن الحاني ده بانه يبني ولادك بناتك زوجتك، وما تخليهاش تنفر منك في لحظه اذا وصلت الزوجه اليها صعب جدا ترجع تاني، فانت تخوفيه من النقطه دي. ربما زي حضرتك بتقولي هو شخص مشهور، احيانا الاوساط اللي الانسان بيكون فيها بتثير غيره بعض النساء او العكس، فبالتالي انا بدي بقى النصيحه والفت انتباهه لكده مع الدعاء، ما نستهنش بسلاح الدعاء. اقول لك برضو يا استاذ صلاح ادعي لزوجتك، بلاش تسمعها كلمه وحشه، بلاش تقول لها يعني انا بعتقد، الله اعلم يمكن حضرتك ما بتعملش ده، لكن تصوري بدل انا قلت هي اصلها جهله ما تعرفش، لو انا قلت كلمه زي كده او غيرها او اقل او ازيد مش هتسمعك، انا عايزه انها يعني حضرتك تستقطبها وما تيأس. مش عشان انا بلغت 63 سنه وهي ما اعرفش تكون كام سنه فانا مش هنصح، لا انصح واستمر على النصيحه مع الدعاء 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 بان ربنا يجعلها من اهل الصلاه. اذا امرنا بده في القران الكريم، ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، لابد الانسان يدعي بكده، فلا بد ان انا اواظب والح في الدعاء. والنبي عليه الصلاه والسلام قال اللي بيلازم الدعاء ده من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمه، لازم هذه العبادة، والله لا ترى خيرا كثيرا إن شاء الله. مش عايزة حضرتك شيء يستفزك فتقوم تكسر ويشوفوا هم أبوهم بالشكل ده. أنا عايزة أنك تستجيب لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وتستجيب لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. لو كنت غضبان وانت واقف اقعد، ولو كنت قاعد وانت غضبان استلقي على غير الوضع غير الحالة، قوم اتوضأ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، وان انت دايما يكون عندك صبر في نصيحة الزوجة. وعليك بدعاء اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان. وهذا الدعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام لستنا عائشة رضوان الله تعالى عليها.